يا نهار ازرق، انت طايقه الدخان ده كله ازاي؟ جبت السجاير؟ حرام عليكي نفسك، ده انت حريقة سجاير. انت بتكلمني كده؟ انت مال اهلك اصلا؟ هتربيني على اخر الزمن؟ انا اسف. السجاير ايه والاكل اهو؟ قلت لك ما بعرفش اتزفت اطفح من غير واين. سالت الباشا قال لي خمره. لا اسلوب روح امه ما بيقومش من على السجاده. اتصل لي بيه. ما ينفعش اتصل بيه في اي وقت. ما تهريش كتير، اتصل لي بيه عشان عايزاه في موضوع مهم. انا هنا موجود، واللي انت عايزاه انا هحققه لك. فين موبايلي؟ صفرناه. نعم؟ هو كان لازم يسافر عشان انت تبقي فعلا سافرتي. ونديم باشا بعته في شنطه حد تبعه مسافر. بس ما تخافيش، في اوامر بتقول ان محدش يرد على الموبايل. لا تلاقي في اوامر بتقول ان يرد كمان على مسجات بنتي. وخزر ابنني، تصدق انا ما اعرفش اسم امه. بقول لك ايه، انا عايز اخد شاور. ها؟ استحمى يعني. مالك؟ وماله، تحت امرك. هو انا بقى هستحمى في الحمام المعفن بتاعكوا ده؟ هو ده المتاح، والامر اللي عندي ان انت ما ينفعش تتنقلي من هنا. الشنطة اللي كانت في العربية، اوعى تقول لي سافرت هي كمان. لا ازاي هتسافر لوحدها يعني؟ الشنط موجودة. الشنطة ايه؟ عايزة بقية الشنط. ما تبصليش كده، عايزة أغير هدومي. وماله؟ دي حاجة بسيطة. أجيب لك الشنط وتطلعي منها اللي أنت عايزاه. وعايزة شاور جل وشامبو. 10 دقايق وكل حاجة هتكون عندك. استنى، ما عندكش أي إزازة واين هنا؟ أو حتى فودكا؟ مش هقوله. سيبيني أفكر. لا ما تفكرش، راحتها وما تقلقش. إيه؟ إيه ما سمعتش؟ ولا عايزني أعيدها لك تاني؟ عايزان انا اقتل نديم باشا؟ مش احسن ما هو يقتلك؟ هو يقتلني ليه؟ تفتكر لما هيعرف عن القعده الحلوه قوي اللي احنا قاعدينها مع بعض لوحدنا دي هيكافئك؟ انا ده انت طلعت جبان جوب. امال عماد القط ايه؟ ده كان لازم كده بقى يسموك عماد الفار. طلعت في شنك قوي بقى يا راجل يا عبيط. تفتكر يعني ينفع اقول له حاجه من اللي بينا؟ طب هقول له ايه؟ ان ظهري كان بيوجعني قوي وانك عملت لي مساج. وبعدين انا عارف انك مش هتقدري تقولي حاجه من اللي حصل، بس ايه لازمته التهديد؟ هيقتلك ومش هيقتلك؟ لا من جهه هيقتلك. هو هيقتلك. هيقتلني ليه بقى؟ عشان هو بيحب ينضف ورا. لا انا مش فاهم حاجه يا مدام رشا، محتاج ان افهم. يعني لما ميعادك هيجي. وانت ناسيه ان اسرار نديم باشا كلها في جيبي. ما هو عشان كده يا حلو هيبقى عايز يخلص منك. نديم باشا ما بيحبش الدم. لا والله عليا انا برضو. امال دم وليد ده اللي لسه ما نشفتش؟ لا يا مدام رشا، أنا ما قتلتش وليد ولا نديم باشا قال لي أعمل كده. إحنا بس حبينا نورس ودانه عشان ناخد صور الفوتوشوب اللي كان بيهددكم بيها. فوتوشوب؟ هو قال لك إن الصور دي فوتوشوب؟ أمال يعني 4 في 6؟ هتكون إيه يعني؟ يهمك تعرف؟ والله يهمني. ويهمني أعرف كمان انت لسه على ذمته ولا طلقك زي ما انت ما قلت لي امبارح. بس ده موضوع كبير ومحتاج شرح طويل وكلام ورغي، وانا ما بحبش النور، بيوترني قوي. ما تقفل النور عشان نتكلم براحتنا، ولا انت بتخاف من الضلمه؟ ها
لا اطفي النور. يا نهار اسود ومنيل بست النيله. يا عمان كلمتني كتير انت. نعم يا روح امك. هربت يعني شغل معاك رجاله ولا نسوان بترعى؟ اخرس تقلب الدنيا عليها وتجيبها من تحت الارض. مفهوم يا نديم باشا. لا 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 لا, لا اطمن يا باشا تحت امرك. قبل ما يطلع النهار هتكون تحت ايدينا. سلام يا باشا. شطور يا دودو. الله مالك متوتر كده ليه؟ اوعى تقولي انك خايف. بقى كداب لو قلت لك لا. خلاص ولا تزعل نفسك. شويه وكلمه وقول له انك لقيتني. ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ عشان حبيتني صح؟ قولي انك حبيتني وانك ما كنتش عارف ان في كده اصلا. هي مراتك شكلها ايه؟ ملهاش صور هنا؟ ملهاش. ليه؟ هو ده مش مكانك؟ لا ده الخن بتاعي. بس ما تلاقيش، مفيش حد يعرف يوصل لك هنا يا حياتي. طب بص بقى، اللي اوله شرط اخره نور. عايز تتجوزني بعد ما نخلص منه؟ بس تطلق مراتك الأول. ولا أقول لك حرام، أنا مش خربت بيوت. لا تطلقها ولا تتجوز، خلينا كده أحسن. ولا أنت خايف أغدر بيك بعد ما ورثه وأقول يا فكيك؟ وأنت بعد ما تغدري بيا وتقولي لي يا فكيك هتروحي مني فين يعني ها؟ على قولك، أنا تحت عينك وبين إيديك. وبعدين لو عملت كده اضربني، موتني، قطعني حتت. طب يا رشا انا عايز اسالك سؤال. هو نديم باشا قال لحد ان هو طلقك؟ ولو قال هنجيب 100 واحد يشهدوا انه ما طلقنيش، وان انت جيت خدتني من بيته على المطار ووثق عليا كمان. وبعدين ما تنساش انه قال في محضر رسمي اني لسه مراته على ذمته، وان كل اللي كتب في الجرايد عن طلاقنا كذب في كذب. ده غير بقى القسيمة والدفتر اللي هيتحرق. جمد انت بس قلبك واطمن. انت عارف يعني ايه يبقى معاك نص ثروته؟ ولا انت غاوي فقر وشحاته وتوطي على جزمته تبوسها ويرمي لك شويه ملالين، مع انه هو اللي المفروض يبوس جزمتك. ده انت اللي بتحميه وبتشيل عنه المصايب. ساكت ليه؟ بصراحة خايف نتكشف يا حبيبي. انا مجهزه لك خطه ابليس نفسه هينبهر بيها. هات انت بس اللي قلت لك عليه ومالكش دعوه. واللي انت قلتي لي عليه اهو. حياتي كده بقى ما ناقصش غير الاكل عشان نحضر له العشاء الاخير. نحضر. ايوه يا استاذ. عايز اقابل الباشمهندس نديم. حضرتك في ميعاد؟ في ميعاد وهو مستنيني. طب اتفضل معايا. الاستاذ عنده ميعاد مع الباشمهندس نديم. طيب متشكرين. مساء الخير. البوب وعندي ميعاد مع الباشمهندس نديم. ما هو لو انت عندك ميعاد اكيد انا اللي هبقى عارفاه. لا دي حاجه بيني وبينه. ده على اساس ان انتوا صحاب يعني. مدام اميره، هو حضرتك مش واخده بالك مني ولا ايه؟
أنا اللي ببقى مع العمدة في الإيفنتات بتاعتكم. مين العمدة؟ عماد القط. تصدق بشبه عليك، معلش أصل كلكم بتبقوا شبه بعض. حبيبك النبي توصليني بالبشمهندس نديم. طب مش لما أعرف الأول أنت عاوزه في إيه؟ لا ده سري وما ينفعش يتقال لحد غيره. خلاص احنا فيه، احنا نكلم عمدة. لا في عرضك، ده موضوع يطير في رقاب. انت مش عايز عماد يعرف انك هنا؟ ابوس ايدك، انا ما اقدرش اقول حاجة اكتر من كده. هو انت قلت حاجة؟ ومش هقول اي حاجة غير قدام الباشا. اوكي. الو نادين بيه، في واحد هنا بيسأل على حضرتك. اسمك ايه؟ البوب. قولي لي إيهاب اللي شغال مع عماد في المخزن وهو هيعرف على طول. بيقول ان هو البوب اللي شغال مع عماد. ايه حضرتك مشغول؟ خلاص هعرف عاوز ايه وابلغك. مساء الخير. مساء النور. انت مصلحتك ايه تبيع الراجل اللي انت شغال معاه من سنين وتيجي تقول لي الكلام ده؟ يا باشا من الاخر كده، انا ما بحبش الخيانه، وده واحد جنابك استأمنته وهو خانك. ما بحبش الخيانه. واللي انت بتعمله ايه دلوقتي مش خيانه؟ ولا انت طمعان في الوضع اللي هو فيه فقلت اسفين واركب مكانه؟ مطرد. أنا خدام جنابك يا باشا. خدامك يا باشا، بس أنت ما عندكش خدمة تقدمها لي. الست اللي عندك دي ما تهمنيش خالص، هي لو تهمني أسيبها في المكان الحقير اللي هي فيه دي. خد الباب وراك. سعادتك وعدتني إن كل اللي قلته لك هيفضل سر بيني وبينك. أنت سمعتني؟ ما بحبش أعيد الكلمة مرتين. مرة. أبوس رجليك يا باشا، ما تقولوش، لو عرف هيذبحني. أنت يا حيوان في مكتبي وخايف من حد تاني. مرة. بره. تعالى. خدامك يا باشا. خدامك يا باشا. عارف مكانهم؟ لا يا باشا، هو خدها الصبح في عربيته وقال لي ان جنابك طلبت منه ينقلها في مكان تاني. عايز وقت قد ايه وتعرف مكانهم؟ بكره الصبح يكون عندك مكانهم يا باشا. بكره الصبح تجيب لي مكانهم. لا يا باشا، أنا بعمل ده محبة، مش عايز فلوس ولا حاجة لا سمح الله، ده حب في سعادتك. حب؟ أيوة يا باشا، أنا أقدر الحب جدا. أيوة يا باشا، بس في رجالة ومصاريف و أنا مش عايز حاجة لنفسي لا سمح الله. بكرة الصبح يكون عندك عنوانهم يا باشا. سلام يا باشا. وحياتك ما هيطلع عليه صبح يا خوفي، اللي هيلحقوه تبقى وقعت يا قطه ومحدش سمع عليك، ويبقى لبسنا كلنا في حته سد. يلحقوا مين يهبل انت؟ ده هي ديتها شوكه واحده، هياكلها من هنا ويتكون من هنا. طب افرض انه ما اكلش او رمى الاكل ده في الزباله، وافرض ليه حاجه زي دي وهو قاعد لوحده؟ وبعدين ده انا جايبه له الاكل اللي هو بيموت فيه، وان شاء الله هيموت بيه، ومن الريستوران اللي هو بياكل منه وهو مغمض عينيه. هو مغمض عينيه؟ انا مش مطمن. ليه يا ابني؟ ما احنا ماشيين صح اهو، الاوردر وطلبناه وباسم زفتة التين أميرة، والراجل بتاعك واستلم وجابه لنا وبنظبطه، خايف من ايه بقى؟ انا مش خايف، انا بس بحط افتراضات.
افرض ان هو قبل ما ياكل كلم اميره وسالها. يسال مين يا ابني؟ دي حاجه معتاده عملناها 100,000 مره وانا مسافره. مش عارف، يمكن عشان حوارات السم دي ماليش فيها. ومالكش فيها ليه بقى يا حبيبي؟ يعني شايفها بتاعت حريم، عايزه حد ايدي ناعمه زيك كده، وانت عارفاني انا بحب اجيب من الاخر واخلص على طول. طب ما انت يا مخلصاتي اللي قلت ان ده مش هينفع معاه. ما هو صعب، حد يعرف يصطاد نديم باشا ده لوحده؟ ده ابن لذينه رافع كتاف على الكل، ما بيخطيش خطوه غير بحساب. ده غير بقى ان الدنيا هتقوم ومش هتقعد غير لما يعرفوا مين اللي قتل، ويجيبوا كمان السلاح اللي اتضرب بيه. انما كده في الشياكه، الاوردر وطلبناه من المطعم الفلاني وباسم سكرتيرته. يعني التحقيق رايح في اتجاه تاني خالص، ده لو بقى في تحقيق اصلا. مش يمكن يقولوا قضاء وقدر ونخلص. في الحالتين انت لازم تظهري بعديها بكام ساعه. طبعا اول ما عرفت الخبر ركبت اول طياره وجيت على طول، وانت طبعا هتكون وصلتني المطار عشان لما اميره تبعتي سواق الشركه يجي يلاقيني ضربه طقم اسود وهتك يا عياط، وازاي ده حصل، وعايزه حق جوزي، والمطعم ده لازم يتقفل، وكلها اسبوعين ثلاثه والقضيه تتحفظ ونعيش حياتنا. يا بنتي ليه؟ ربنا يستر. ايه بقى يا صابت يا اتنين عمر؟ هتصيب. المهم بس الواد اللي بيعمل فيها بتاع الدليفري وهو بيسلم الاكل سيد بتاع الامن. لا ما تقلقيش، انا مختار واد فرازه. اهو الواد الفرازه ده هو الخيط الوحيد اللي ممكن يوقعنا. خليك ذكي وقطعه. اداريه هو المكنه اللي معاه بعد ما يخلص المشوار. ايه المكنه دي؟ مكن موتوسيكل يعني. طب خليه يسرع قبل ما الباشا يروح وينام من غير عشا. ما تقلقيش يا رشا، مفيش حد بينام من غير عشا.